تواصل مصر مشاركتها في الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم، حيث تم إطلاق مجلة صوت أفريقيا للمياه خلال إحدى الجلسات. وفي كلمته بالجلسة أشار وزير الري هاني السويلم لأهمية توفير المعلومات الصحيحة والأخبار الدقيقة للمجتمعات المحلية في كافة دول العالم وخاصة بالقارة الأفريقية، مشيرا إلى أن مجلة صوت أفريقيا للمياه تعتبر علامة بارزة في السعي الدائم لتحقيق أهداف أفريقيا في مجال المياه.